ظهور حيوان غريب في محافظة البصرة، وهذا الحيوان اسمه دراكولا. ظهر في محافظة البصرة خصوصا بمنطقة أبو الخصيب. هذا الحيوان يظهر بس بالليل، فنصيحة أي شخص من البصرة خصوصا منطقة أبو الخصيب لحد يطلع بالليل، يا ناس حافظوا على أطفالكم، لأن هذا الحيوان جدا خطير. يعني إذا شاف لطفل أو شاف لواحد كبير أو أي شخص بالليل راح ينهي حياته، وتوفوا بسبب هذا الحيوان 5 أشخاص من أبو الخصيب. فحذروا على جهالكم ولا حد يطلع بالليل، لأن هذا الحيوان خطير، والتقطت الكاميرات بأكثر من صورة مثل ما جاي يشوفون حاليا بهاي الصور، بأن هذا الحيوان جدا جدا خطير. ظهور حيوان غريب في محافظة البصرة، وهذا الحيوان اسمه دراكولا. ظهر في محافظة البصرة خصوصا بمنطقة أبو الخصيب. هذا الحيوان يظهر بس بالليل، فنصيحة أي شخص من البصرة خصوصا منطقة أبو الخصيب لحد يطلع بالليل، يا ناس حافظوا على أطفالكم، لأن هذا الحيوان جدا خطير. يعني إذا شاف لطفل أو شاف لواحد كبير أو أي شخص بالليل راح ينهي حياته، وتوفوا بسبب هذا الحيوان 5 أشخاص من أبو الخصيب. فحذروا على جهالكم ولا حد يطلع بالليل، لأن هذا الحيوان خطير، والتقطت الكاميرات بأكثر من صورة مثل ما جاي يشوفون حاليا بهاي الصور، بأن هذا الحيوان جدا جدا